اختلف الناس في وصفه، أهو عالم خبير أم دجال؟ يدعى فرانك هوغربيتس، لا معلومات وفيرة عن سيرته أو مساره الأكاديمي عدا أنه يعرف نفسه على تويتر بباحث ومبرمج، فيما يعرفه موقع يحمل اسمه على الأنترنت بعالم زلازل هولندي علم نفسه بنفسه، ويدير موقعا يوفر معلومات عن الزلازل والنشاط البركاني. أثار هذا الهولندي جدلاً واسعاً من ضرب زلزال مدمر جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الماضي وأودى بحياة عشرات الآلاف. كان فرانك هوغربيتس كتب في تغريدة على تويتر أنه يتوقع حدوثه قبل ذلك بأيام، وما إن حدث الزلزال بالفعل حتى خطف هذا الرجل الأضواء وتفاعل مع تغريدته تلك الملايين. ومنذ الزلزال جميع 1,400,000 متابع على تويتر انضموا إليه، أغلبهم من العرب والأتراك. أما التغريدة الشهيرة نفسها فقرأها 59 مليون حساب بعد الكارثة. طبعا هوغربيتس لم يتوقف عند الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس العالم بعدما تمكن من التنبؤ بوقوع الزلزال. عالم زلازل هولندي يتنبأ بحدوث الزلازل، آخرها زلزال المغرب. تحذيراته صارت تزرع الهلع في أنحاء العالم. ما حقيقة لم يكن زلزال تركيا وسوريا توقعه الوحيد، تابع قبله وبعده في نشر تغريدات محتواها يحذر من زلازل هنا وهناك، أصاب في موعد ومكان حدوث بعضها وأخطأ في كثير منها. لكن كيف يتوقع فرانك حدوث الزلازل في أماكن محددة وفي وقت محدد؟ يدافع هوغربيتس عن نظرية سبق وطرحت ولا أدلة على صحتها من عدمها، مفادها احتمالية تأثير الاقترانات الكوكبية أو محاذات الكواكب في السماء ببعض أنواع الكوارث الطبيعية على الأرض كالزلازل. ومحاذات الكواكب تلك تعني اصطفاف عدد من الكواكب في جانب واحد من الأرض، ويوضح خبراء أنه في أحيان نادرة يمكن لمعظم الكواكب أن تكون في جانب واحد من الأرض بينما تكون الشمس في الجانب الآخر. في هذه الحالة يمكن لأثر الجاذبية المجتمع لهذه الكواكب أن يطال الأرض، لكن تأثير ذلك يتابعون لا يمكن أن يصل إلى درجة إحداث الزلازل، لأن تلك الكواكب بعيدة جدا عن الأرض بينما يمتلك القمر أثرا أقوى منها، وهو ما يتضح في حالة المد والجزر. هوغربيتس أكد من جانبه أكثر من مرة أنه من المستحيل توقع مواعيد حدوث الزلازل، وأوضح أن هناك دائما احتمالية لحدوث زلزال في المناطق المعرضة للزلازل أساسا كتركيا مثلا التي توقع حدوث زلزال فيها. لكن تنبؤاته باتت تثير رعبا وهلعا في أوساط المعنيين بالمناطق التي يحذر من وقوع كوارث طبيعية فيها.